إلى ذلك وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة خطابا إلى شعبه بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 25 لتولي جلالة الحكم في المغرب. شعبي العزيز، نخلد اليوم بكل اعتزاز الذكرى 25 لاعتلائنا العرش، وخلال هذه السنوات حققنا والحمد لله العديد من المكاسب والمنجزات في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية وترسيخ الهوية المغربية، كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية لتحقيق التماسك الاجتماعي وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية، وأمننا كذلك على تكريس الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل وازن وشريك مسؤول وموثوق على الصعيدين الجهوي والدولي.